إصابة بحمى الملاريا سجلت على مستوى ولاية الحوض الغربي، من بينها 100 حالة خطيرة و26 حالة وفاة. الأمر الذي فرض على الجهات الصحية مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات التوعوية لتفادي الإصابة والعلاج في وقت مبكر. أتحدث إليكم اليوم عن الوضع الوبائي للملاريا على مستوى ولاية الحوض الغربي. كما تعلمون أن الولاية جزء من المناطق الوبائية للملاريا، لدينا العديد من الإجراءات الوقائية التي تم تنفيذها لتقليل الحالات. لاحظنا هذا العام مع هطول الأمطار الغزيرة زيادة الحالات في الولاية التي تسببت في تسجيل أكثر من 7000 حالة ملاريا. خلال هذه الفترة لدينا بروتوكول يتكون من إيقاف الإجازات والأذونات غير الضرورية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وثانيا توفير الأدوية على مستوى المراكز الصحية عن طريق فرعي مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية في العيون والطينطان. 1025 حالة إصابة على مستوى مدينة العيون منذ بداية الشهر الجاري فقط، حسب القائمين على المستشفى المركزي بالمدينة الذين طالبوا المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية. من بداية أكتوبر إلى اليوم خلقت هذه موجة الحمى، اللي عادة أصلا في هذه الفترة من الخريف لا تخلق، عودة لا ناتج عن الناموس. غير هذا العام كان أكثر، وسجلنا دور عود من بداية الشهر اللي هو 154 استشارة جاية بها الحمى، فيها 1527 يعني معدل لها تست ناموس إجبار إيجابي. حجزنا عليه في مدى هذه الفترة 477 مريض. اليوم هذا هون عندنا 31 محجوز، فيهم 7 حالاتهم تراوح بين الحرجة إلى واخذ من ذيك الحالة الحرجة. المواطنون عبروا عن ارتياحهم لعمل الطواقم الصحية رغم تزايد حالات الإصابة، مشيرين إلى استفادتهم من التوعية التي تقدم لهم. لا الحمى ما نعطينا خيرها ناس كاملة معانية من هنا، عندي مريض ما مصحح له من 3 ايام والله ما وفاق قاع حمى مانعة، وننصح الناس اللي حس بيه قص طب مباشرة باللي مانعة مع الناس، واللي اني تبطأ لي حد تأثر لي حتى ولا يبرد باس ان شاء الله. حمى مانعة ما شاء الله، طب ما شاء الله عاطي للناس عناية كاملة، ما شاء الله ناس ما شاء الله راي العلاج ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الحمى اللي يعطي المسلم ان شاء الله خير، الناس ضرت منها كاملة، وإن شاء الله أن الله يحفظنا ويحفظ المسلمين. والله ناس تأسمنا وتأسمنا الحركة في الشمس وتقبض الناموسيات، ما يبقى تحد يكون في ناموسية. إن شاء الله يحفظنا ويحفظ الجميع إن شاء الله. وضعية صحية تتطلب مكاتفة الجهود للوقوف في انتشار حمى الملاريا الناتجة عن بعض من أنواع البعوض المصاحب للأمطار، مع ضرورة الوعي بخطورتها وجعل الوقاية من أهم أسباب التصدي لها. محمد مولود، الموريتانية، العيون.